ولد ملوك وسلاطين وعيان إلا وكانت إجابته ديما لا. ليلة من الليالي هو متعدي بحذا بيت بنته يسمع في تصفير، تصفير قوي جاي من بحذا فرش بنته. قرب شوية بشوية باش ما يفجحهاش وباش ما يفيقهاش، يسمع في هك التصفير خارج من صدرها، فيقها وسمى بسم الله. هي قامت وهك التصفير سكت وما عادش فما. قامت مفجوعة هك البنية وقتلوا شبيك يا بابا؟ قالها شي بنيتي، حبيت نطمن عليك وكهو، ماك تعرف ما نرقد إلا ما نتفقدك. منها سألها قالها تحس في حاجة مقلقتك ولا توجع فيك؟ قتلوا ليه يا بابا لبس علي. باسها وغطاها وكملت رقدت. خرج ومازال محتار في أمره، تعديه ويامات وفي ليلة من الليالي تحير عليه النوم. قال برا نتمشى شوية في الجنينة. هو متعدي من قدام بيت الخدم وعاود اسمع نفس الحس خارج توا المرة هذه من بيت الخديمة متاعو. قرب كالعادة بشوية بشوية نفس التصفير اللي يسمع فيه عند بنته قبل سمعه عند خديمه. قوموا منه هك التصفير ولا ما عادش موجود؟ قال له نعم يا سيدي حشتك بيا. قال له اي قوم اعمل لي ترونجية الليلة ما نعرشش بيني طار علي النوم بالك تهديني. قال له الله يبارك يا سيدي ومشى يحضر له في الترونجية. هك شهبندر التجار زاد الحكاية حيرته وعداها ليلة كاملة لطلوع الفجر وهو يخمم. في الصباح قصد الحكيم من الحكماء معروف وحكاله ما شافت عينه وما سمعت وذنه. قال له يا حكيم دلني راني احترت وما فهمت حتى شيء. قال له الحكيم الحكاية هذه معروفة وما تستحقش برشة تفكير، هذه اسمها العظام تصفر لبعضها، وراو بنتك والخديم على قريب باش يتزوجوا. شقك الملك شقك التاجر شهبندر التجار وقال له يا حكيم ما تقول هالكلام، بنتي انا تاخو الخديمة متاعها. قال له ايه مجربة ومعروفة عاجل ولا اجل باش يتزوجوا وما ثماش شكون باش يفصل بيناتهم. رجع هك التاجر للدار قعد يخمم يخمم يخمم. منها مديدة عيط للخديمة متاعه قال له يا ولد يا ولد الناس ما عادش حاجتي بيك، ما عادش حاجتي بيك تخدم عندي وراني اعتقتك، امشي انت حر. تصدم هك الخديم وقال له يا سيدي يا سيدي شعمت لك وش اصدر مني خايب، حياتي الكل نخدم فيك ونطيع فيك ومن يدك هذه ليدك هذه، بربي يا سيدي بربي قل لي شفما. قال له ما فما حتى شيء، هاني باش نعطيك الوزن متاعك ذهب وما عادش نحب نسمع بيك جملة فيها البر. أول مركب تجارة المسافر تمشي فيه وما عادش ترجع جملة لهالبلاد. يا سيدي فرحك يا سيدي ما عندي والي يا سيدي يا سيدي شيء. أعطاه وزنه ذهب كيما قلو وما تهنى وطمان عليه إلا هك المركب ما عادش يتراء في عمق البحر. ورجع وقتها شهبندر التجار لحوانته وحياته العادية كينه ما فما حتى شيء. تعداو سنين وليالي وهك التاجر تقول عليه طرد سعده من الدار. تجارته كزدت حياته تدهورت بشوية بشوية حتى لين وصل به الشيء أنه يبيع حوانته وتبش اللي عنده في الدار، وجهه ما عادش ينجم ما يوريه بين عين البلاد. ليلة من الليالي اتخلى البنت وقالها بنيتي نحب نستشيرك في حاجة. قتلو إن شاء الله خير يا بابا على ما نعلم. قال هك تشوف يا بنيتي لا عاد عندي جاه ولا عاد عندي منصب ووجهي وليت نحشم بيه ما عادش النجم نمده قدام العيان. الحصيل ومقعد لنا كان هالدويرة اش قولة كان نبيعوها ونسافروا أرض وأرض ربي بعيدة واسعة وعلى قليلة نمشيه لبلاد ما يعرفنا فيها حد ونبداو باللي كتب من ربي لعل ربي حرك أسبابها وتتحسن وضعيتنا. قتلو يا بابا الشورة شورتك واللي قلت انتي نعملوه. من غدو الصباح حط الدلال على هك الدار ونهيرين من زمان إلا وتباعت، شريوا كل ما يلزمهم السفر وأول مركب مسافر اقصد ربي وطلعوا للمركب. السلام السلام وين على خير؟ قالوا لا يا بابا هذه مركب مش متاع ركاب، هذه مركب متاع تجارة متاع سيدنا. قالوا به هزوني معاكم توكي نوصلوا نشكروا نستكثر خيره وبالك توا نولي شريكه ولا تاجر معاه. شريكه جملة واحدة قالوا شافوا عمره كبير وشافوا اللي معاه مرأة اسخف عليه ما يجيش منه يخليهم. وجات العشية إلا وهك المركب شقت عمق البحر. أشهر وتعديت وهما فهك المركب لنهار الفجر يسمعوا في البحارة خايذين وهما فك الشايب اللي في السفينة وصلت المركبها
يقيم بنته، لبسوا حوايج جديدة، تليق ببلاد جديدة، غطات هاك البنية وجهها، ودوب مارسات السفينة هبطوا، وجاهم الرئيس يجري وصلهم قدام التاجر اللي قالوا عليه السلام السلام، مرحبا بيك يا بابا، يفضلك يا وليدي. قالوا يا وليدي نحنا رنا غراب. وقبل ما يكمل هاك الشيء بكلامه اسكت وقالوا تعرفش قالوا يا جماعة العظام السفر لبعضها، قالوا غدوة نكملوا الحكاية إن شاء الله. ليه والله يعطيك الصحة، ويعرف وين يخلي السسبنس بالضبط حمزة تراني عليه. وي يعطيك الصحة يا حمزة، وغدوة كلنا إن شاء الله هكا. عجبتني يا ضيف فاست العظام السفر لبعضها، تربي عنده البرد لو يحكي فاست وراه هو. غدوة نعرفوا شنو الحكاية، ودائما مخلينا في السسبنس. حمزة مشكور جدا، الحكاية حلوة برشا برشا، ونعرفوا إن شاء الله إن شاء الله غدوة إن شاء الله غدوة كلمة إن شاء الله غدوة تربي غدوتك. سكرنا ولا الحرش تاكسيست كهو، سكرنا ربريك. هيدش عندك هيدش عندك. يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم، وبعد شوية باش نمشي ونحكي في اخبار عطير، خليكم برونشي متبعدوش البعيد، انا رجعينا.